نبارك بقى، نبارك بقى، انتهت المباراة نبارك كسبوا ونحيي الحمد لله. أشقاء المغاربة، شرفتونا بجد لا لا وفرحتونا لا، وعملتوا شابوه إنجاز شابوه شابوه تاريخي، شابوه بجد. أهم مباراة في تاريخ كرة القدم المغربية والأفريقية والعربية. النهاردة المغرب بيفوز على البرتغال وبيصل للمربع الذهبي في انتظار الفائز من فرنسا انجلترا. وإنجلترا، والحلم ما زال مستمرا. حلمنا كلنا على فكرة، مش حلم المغاربة بس، كلنا النهاردة الحقيقة وفي ظهر المنتخب المغربي، وكل إنجاز وكل خطوة بينجح فيها بتبقى مصدر سعادة لينا أعتقد. يعني إذا كنت بتكلم عن نفسي وعننا كمصريين، وأعتقد بالنسبة لكل الشعوب العربية شيء بيفرحنا كلنا ويشعرنا الحقيقة فخر شديد جدا إنه المغرب يصل للمربع الذهبي. يعني بقى منتخب المغرب بيقول كده بالعبارة الصريحة، يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات. بصراحة يعني كاتب التاريخ هيتعب جدا في النسخة دي مع منتخب المغرب، تصدر مجموعة صعبة جدا فيها منتخب بلجيكا ومنتخب كرواتيا، قدر يقصي منتخب اسبانيا اللي كان ناس كتير جدا بترشحه للفوز باللقب. النهاردة بيعمل مفاجأة طبعا مدوية وإنجاز غير مسبوق في تاريخ الكرة العربية والأفريقية بالوصول طبعا لربع النهائي. بنبارك لكل أشقائنا في المغرب الشقيق وكل انتصار للكرة العربية والأفريقية زي ما حضرتك قلت.